اهلا بحضراتكم من جديد، وبنعيد طبعا التهنئه لحضراتكم. كل سنه وحضراتكم بخير. اول ايام 2024 يناير 2024 الانضمام الرسمي لمصر الى تجمع بريكس. تجمع بريكس في 24 اغسطس السنه اللي فاتت قلنا ان ده واحد من اهم الاخبار الاقتصاديه عالميا بالنسبه لمصر، طبعا انضمامها لتجمع البريكس، وهو كان بمثابة شهادة اعتماد في الثقة لمصر من حيث الثقل الاقتصادي السياسي، وأيضا لتأثيرها الإقليمي في المنطقة والشرق الأوسط. بعد ما أصبح الانضمام رسمي النهاردة، ما هي الخطوات القادمة والأهداف والدلالات لانضمام مصر الرسمية لتجمع بريكس؟ معانا دكتور محمد باغا، أستاذ الاقتصاد في جامعة قناة السويس. دكتور محمد، برحب بحضرتك معانا في التاسعة، وكل سنة وحضرتك طيب. مساء الخير يا دكتور يوسف، أهلا بحضرتك وكل عام وأنتم بخير، وكل مصر جميلة وإن شاء الله بخير وطيبة يا رب. ومتقدمة دائما بإذن الله يا رب. إن شاء الله عام سعيد علينا كلنا إن شاء الله. 24/8/2023 صرحنا هنا في التاسعة وقلنا إن ده كان أهم خبر اقتصادي أو أحد أهم الأخبار الاقتصادية لمصر في 2023 وانضمامها لي أو دعوتها للانضمام لبريكس. النهارده رسميا مصر اصبحت في البريكس. ما هي الخطوات القادمه واهداف الانضمام ودلالاته؟ خلينا نقول انه بريكس بتعتبر يعني تجمع من اقوى التحولات الاقتصاديه والسياسيه. خلينا برضو نركز على كلمه السياسيه دي، لانه التجمع اساسه سياسي وليس اقتصادي. بتعتبر طبعا بتضم من مجموعه الدول اللي هي بتمتلك اسرع معدلات النمو الاقتصادي في العالم. والحقيقه يعني قوه هذا التكتل راجع من عدد من المعايير اللي موجوده فيه. احنا بنتكلم على تقريبا 42% من سكان العالم موجودين في هذا التجمع، مما يدل طبعا على انه حضرتك بتتكلم على سوق عالمي كبير جدا، من الممكن انك تعمل فيه حاجات كتير جدا. اقتصاديات هذا التكتل بتمثل تقريبا 32% من حجم الناتج المحلي العالمي، طبعا رقم هائل ممكن يعمل فرص عظيمة جدا. أولا أنه مصر بتنضم، هو طبعا كانت في دعوة للانضمام، والحقيقة مصر كانت من حوالي 19 دولة كانت مقدمة لي يعني أن هي تتقدم لتجمع البريكس، وتم اختيار الحقيقة يعني مجموعة الدول كانت الأكثر كفاءة أو الأكثر قدرة في اقتصادياتها أن هي تنضم. كانت الحقيقة ثلاث دول عربية، مصر والسعودية والإمارات. الحقيقة مصر بتستهدف أو في سبع فوائد، أو خلينا نقول ثمان فوائد من هذا الانضمام ممكن مصر تحققهم. أولا زيادة الصادرات لدول المجموعة، وهنا بتبان بقى قدرتنا التنافسية، وبيبان مرونة الاقتصاد المصري الحقيقية على أنه يكون قادر على مواجهة الطلب الكبير أو الطلب المحتمل اللي ممكن يكون موجود في هذا التجمع أو السوق الكبير. النقطة الثانية طبعا أن مصر تقدر تستفيد من الاستثمارات الجديدة ما بين دول التجمع، وإحنا الحمد لله كان عندنا الفترة الماضية جهد رهيب جدا من جانب القيادة السياسية والحكومة المصرية لتطوير البنية التحتية والبنية الرأسمالية بشكل عام، وأتصور أن هي أصبحت جاهزة النهاردة لاستقبال أي استثمارات من الممكن أن هي تكون من خلال هذا التجمع. النقطة الثالثة طبعا ان في رفع للتبادل التجاري البيني ما بين الدول. أيوة. وده طبعا هيصب في حاجة مهمة جدا، انه النهارده انت بتواجه أزمة عملة، وبالتالي تخفيف الضغط عن العملة الأجنبية اللي مصر بتحتاجها خاصة من الدولار الأمريكي. التجمع ده هو مقصود منه كسر الهيمنة الغربية اللي موجودة طبعا على موضوع التمويلات، وموجودة طبعا على فرض السياسات الاقتصادية والسياسية العالمية على دول الجنوب، وبالتالي انت بتعمل محاولات لكسر هذه الهيمنة. اتصور ان رفع معدلات التبادل التجاري البيني ما بين الدول هيكون في اتجاه، وان شاء الله في مؤتمر هينعقد في كازان بقيادة روسيا في 2024، اعتقد في اكتوبر 2024 هيقرر هذا المؤتمر اذا كانت هناك تعاملات بعملة موحدة ما بين دول البريكس، او اختيار اي نمط من الانماط قد تكون عملة أو شفرة رقمية ما بين الدول الأعضاء لزيادة التبادل التجاري فيما ما بينهم. طبعا الأمور دي هتؤدي بنا إلى أن احنا بنتوسع في التصنيع محليا، وبالتالي هنكتشف الفرص اللي عندنا علشان نقدر نواجه الطلب أو نواكب طبعا الطلب بانضمام مصر الحمد لله رسميا النهاردة. فاحنا بنكون على تراك
سليم جدا ان احنا نقدر نستكشف مزيد من الفرص اللي موجوده عندنا، وبالتالي ابراز اهميه وجوده المنتج المصري عالميا. طبعا لما بيكون فيه يعني علاقات سياسيه واقتصاديه ما بين هذه الدول، طبعا ده نوع من التوطيد، وبالتالي مزيد من السياحه، مزيد من التسهيلات لقدوم هذه الصناعه المهمه جدا بالنسبه لمصر بشكل خاص. وفي في النقطه دي تحديدا، يعني علاقات مصر بدول مجموعه بريكس معروفه، يعني علاقات قويه سواء على المستوى الاقتصادي او المستوى السياسي. بكل تاكيد ان تجمع البريكس هو تجمع بهدف الضغط على الدول الغربيه ان هي لا تملك القرار لوحدها، وان دول الجنوب يبقى لها راي، وايضا يبقى لها فرصه في ان هي تقول مقترحاتها اللي ممكن يعني تجعل من مصالحها ايضا الى جانب المصالح الغربيه. فخليني برضه اقول لحضرتك انه بعد مهم جدا من ابعاد تجمع البريكس ان هو عمل بنك التنميه، وبنك التنميه دي حاجه مهمه جدا ان احنا بنقدر نتخلص من السطوه او من القيود اللي ممكن تفرضها المؤسسات الدوليه الخاصه بالتمويل زي صندوق النادي الدولي او البنك الدولي. واتصور انه كان هناك يعني الفتره الماضيه انجاز كبير من هذا البنك لتمويل مشروعات البنيه التحتيه والبنيه الرقميه في عدد كبير جدا من الدول حوالين العالم، خاصه الدول المنضمه للبريكس. وده طبعا انجاز في حد ذاته انك تقدر تجيب تمويل بشروط ميسره وباجراءات ليست يعني بتمثل عليك ضغط كما يحدث من لجوءنا الى مؤسسات دوليه تابعه للامبرياليه العالميه. ومصر عضو في البنك اصلا من قبل مساله الاعلان كمان عن انضمامها للبريكس. نعم. النقطة طبعا المهمة كمان انه حضرتك في مصر قدرت تصنع بنية تحتية قوية جدا وبنية لوجستية قوية جدا، سواء من مواني او من طرق برية او من مسارات بحرية او من مواني جوية. طبعا هيساهم كتير جدا وهتقدر تستفيد منه الدول المنضمة للبريكس في زيادة طبعا صادراتها والتجارة البينية اللي ممكن تكون، وطبعا تحقيق المصالح الاقتصادية المشتركة. النقطة الطبعة التامة أكيد أن القرار السياسي لتجمع البريكس هيكون قرار له صوت عالي، يعني هيكون قرار في مواجهة القوة أو الهيمنة الغربية، وقرارات ممكن تكون في صالح دول الشمال عن دول الجنوب. أتصور أن مثل هذا التجمع هيحقق مزيد من الفرص الواعدة لدول الجنوب، وأن احنا بنمتلك قدرات هائلة جدا هذه الدول. خليني أقول لحضرتك دكتور يوسف أنه احنا بنتكلم تقريبا حوالي 28% من حجم الاقتصاد العالمي، وده طبعا رقم هائل. احنا بنتكلم على ثلث الاقتصاد العالمي، رقم هائل جدا من الممكن انك تحقق. يعني لو بنتكلم بالارقام احنا تقريبا بنتكلم على 30 تريليون تقريبا دولار تقريبا. احنا بنتكلم على 28 بالظبط، 28 تريليون دولار او 28.5 تريليون دولار بيبلغ قيمه الاقتصاديات بتاعه هذه الدول. طبعا الرقم ده 28% من حجم الاقتصاد العالمي، فطبعا رقم هائل. الرقم ده متوقع طبعا دكتور محمد ان هو يزداد الفتره اللي جايه بعد توسع مجموعه البريكس. بكل التاكيد. يعني هو احنا بنتكلم على دول منضمه، الصين، ايران، الامارات، السعوديه. خليني اقول لحضرتك انه حجم بس النفط الخام اللي موجود في مثل هذا التجمع يقارب تقريبا 45% محتمل انتاجه في هذا التجمع. فحضرتك انت مسيطر على العالم النهارده، وانه مصر بتنضم ده ثقه في الاقتصاد المصري، وثقه في القرار السياسي المصري، وثقه في القوى الدبلوماسيه والقوى العسكريه والقوى الاقتصاديه بالنسبه لمصر انضمامها لهذا التجمع. واتصور انه يعني كل من ضمن 19 دوله انه توافق مجموعه البريكس على دخول مصر، ده طبعا بيكون له اعتبارات سياسيه واعتبارات اقتصاديه مهمه جدا طبعا. يعني طيب خليني ارجع مع حضرتك دكتور محمد لثالثا جزئيه كده، لو حضرتك فاكر كنا بنتكلم فيها عن العمله الموحده ما بين دول مجموعه بريكس. توقعاتك من خلال المشهد السياسي الحالي. والله اتصور انه حاليا علشان نقول انه بيتم الاستغناء عن الدولار في المبادرات او التعاملات، خلينا اقول لحضرتك في حد هذه اللحظه الدولار بيسيطر على اكثر من 70% من حجم المبادلات حوالين العالم. ولكن دول البريكس حينما يكون هناك توافق سواء سياسي او توافق اقتصادي فيما بينها، اتصور انه في القريب العاجل ممكن تنشا اليه زي ما قلت لحضرتك كده. اذا كنا بنبحث عن يعني عمله مشتركه، وده اتصور ان هو هيبقى صعب شويه للتباينات
اللي موجوده ما بين الدول، اذا كنا بنتحدث عن يعني انشاء عمله جديده لاستخدامها في اي مدفوعات تتعلق بالتجاره الدوليه او عمله مشفره للتجاره الدوليه، يعني كل الامور مطروحه او مطروحه كل لكن مطروحة. بالظبط. واتصور ان انعقاد المؤتمر القادم او في انعقاد مؤتمر سنوي بيترأسه او بيتم التبادل الرئاسه فيه للدول الاعضاء، روسيا في اكتوبر 2024 يتم فيها انعقاد مؤتمر في كازان، واتصور ان هم ممكن يتخذوا اجراءات تجاه ايجاد اليه لقصه المبادلات التجاريه فيما بين الدول الاعضاء، وان شاء الله يعني يكون خير باذن الله. ان شاء الله، يعني الموضوع محتاج اكيد يعني مناقشه اوسع واكثر. نتمنى ان شاء الله المره اللي جايه تكون حضرتك منورنا وشرفنا في الاستوديو. شرفني. الدكتور محمد باغا استاذ الاقتصاد في جامعه قناه السويس، انا بشكر حضرتك جدا لوجودك معنا في التاسعه.